مساء الخير من ميونخ. الصوت رايح، مريت الصيدليه يا جماعه الخير، اخذت لي علاجات والله ما ادري وش هي، زكام وصداع. والسلام عليكم. الله حيهم، شلونكم؟ عساكم طيبين؟ ما شاء الله. والله الى الان يعني نقول ان شاء الله. ان شاء الله ما يجي شيء. ان شاء الله. ها؟ وين ان شاء الله؟ سويسرا. سويسرا؟ كم ساعة من هنا؟ خمس ساعات. على هالمزيون؟ على يعطينا خير وكنا شره. اللهم امين، توكلنا على الله يا جماعة الخير. إلى سويسرا، قدامنا خط 5 ساعات. رهيت للكيف انا بنجال، جريت طرقي ومواويل. How are you? Hi. Thank you. طبعا تأكدنا من عندهم يا جماعة الخير، أخذنا أغراض وقال نواف أنه عنده حسية من الخنزير، فطلع هذا في دهن خنزير صوص، فزين تأكدنا. الواحد لجاء أوروبا لازم يتأكد، يقول لهم عندي حسية من دهن الخنزير فيتأكدون لك. أخذنا كل الأغراض ذي، سناكات للخط، وهذا صوص تبع بطاطس دريتوس طلع فيه دهن خنزير. الباستا اللي فيها تأكد، البيتزا قصدي تأكدت منها؟ سم أكيد. أنا شكة. بسم الله. وكل. بسم الله علي حال يعني. فلا جيت أوروبا تأكدوا يا جماعة الخير. بيتزا مارغريتا. لا أنا بالعافية بالعافية. طيبين. أنا بلاك كافي أموري طيبة. والله كلام منطقي، ودنا الحضر، من قال لك ما ودنا؟ منطقي. والله. لكن سعر التذاكر والله يا جماعة الخير. غالية. نار. سلمت. يبا. 4000 يورو مينون أنت. إيش دعوة؟ والله احنا اولاد للامانه، اقسم بالله يا جماعه ان احنا اولاد، احنا نقدر ندفع ما عندنا مشكله، بس انه يا اخي حرام. فالسفر انت اولاد هالصدق. والله احنا رايحين سويسرا مستانس بننبسط، ومعايا تيمون وهذا بومبا يا اخوان، بننبسط والله خير. حلقك انا ساكت من اليوم قاعد اتامل الطبيعه. طيب فوالله الناوله فيها في السفره، لكن نقول ممكن نحضر في مدريد خير في 8 مايو. بالله يا ابو نواف ورهم الشارع، ورهم امانه الشارع الطريق الطبيعه قصدي. ايه هذه الطبيعه يا جماعه الخير، بالتجهيل الى سويسرا. تونا 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 الجمال قدام. الجمال الله يرفع قدرك، الله يطرحك ان شاء الله. فان شاء الله بنروح هناك وبننبسط. انت توقف. لا اله الا الله. اهلا بكم في سويسرا، تحديدا في هذا الطريق قدام بيت هايدي. هايدي وجدها فوق الجبل ذاك، والعلم عند الله على حسب ما وصلني من معلومات. لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحانك اني كنت من الظالمين. شوفوا يا جماعه الخير، مو نواف، الجبل ذا يا طول الاعمار في ثلج، الجبل ذاك بلا ثلج. سبحان الله، هذه اجواء سويسرا تدرجية كذا، تكون في مناخ تطلع مناخ تدخل مناخ باختصار. وها ايش فيك؟ هذا ما طقينا. لا 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 مو طقينا، بيضل وجه حسين من اليوم مستلم الطارة، حي ولا عينه من غير يقطع من الديار. باقي ساعة. وين؟ ساعة ونص. اقول لك شيء، القليل يزود لعيونكم. وقت هذا وقت وش؟ امشي. يبا روح، يبا خلنا نصور ننبسط. اي والله شنو؟ يا اخي هذا اول مرة يجي هذا، ليش؟ شوف اللي فوق. شنو؟ شوف البيت ذاك اللي فوق. حالة. هايدي هو صح؟ مو لا اوديك هايدي، بيت هايدي والله اوديك. وجدها؟ جدها مات الله يرحمه. الله يرحمه. ابن حميد. الله يرحمه. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا جماعة الخير جنة الله سبحانه في الأرض سويسرا. إلى الآن ما شفتوا شيء. بوريكم بإذن الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شايفين النهر اللي ينزل من فوق؟ الظاهر لين البحيرة على طول، ما أدري هذا يسميها بحيرة بحر والله ما أدري. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد، أبشرك وصلنا إلى سويسرا، تحديدا انتر لاكن أظل مدينة
تحفني بالمعلومات انا ما راح اتحفك على قولتك الحين اصبحنا باذن الله راح تشوفون شيء خيال مجهزين الفعاليات مجهزين كل شيء نواف انت جيتها قريب صح؟ يا تحس صوتك هادي صح؟ ها؟ غصب هدوء جميله بكره يا اخوان ابي انواع الفعاليات اقول لك شيء بكره انا مرتب لك جدول اشيلهم يبا شنو اغوى لعبه عندهم؟ فيها اللي انا بسفك اسانسير اركب فيه جوا شلال براشوت فيه؟ في براشوت من فوق الجبل اللي ورا الفندق على طول اللي ورا ذا؟ ايه تعرف وين تنزل فيه؟ تنزل هنا في الحديقه هذه انزل في الحديقه ذي تنزل نزول تخفر كذا كامل في انترلاكن بعدين تنزل في البراشوت اي في البراشوت ينعاد سيناريو القصايد في الدلوسي ينعاد ينعاد ولا المعلومات هذه تقعد فوق تقريبا نص ساعه طيب اقول لك شيء لا اله الا الله بفك بث ان شاء الله فيها باذن الله باذن الله وانا طامر براشوت ابكون لايف معكم اقول لك شيء بنو تراها ثاني مره تكون اطب براشوت من جبل باذن الله انها بتكون لايف معكم في هنا اماكن بنو وين في السنتر حلو في دانكن في محل ايس كريم في محل فراوله في مطاعم ورا ومطاعم قدام حلو فهمت؟ في اشياء جميله على العموم ان شاء الله ان بننبسط وبتكونوا معنا عايشين اللحظه سواء كانت في سناب او في بث باذن الله باذن الله بنضبطكم ان شاء الله باذن الله سنابات بثوث كل شيء بتعيشون التجربه معنا سوا باذن الله البدايه ان شاء الله بتكون موفقه المكان هذا اللي بتشوفونه بالليل الان بكره بتشوفون مناظر طبيعه جنه الله سبحانه في الارض بتشوفونها ان شاء الله شلون لفتهم بنص الوتيل كذا ما ادري اذكرنا راح سيد حسين ادخل من هنا تطلع فوق تدخل من هنا تطلع فوق بتضغط كلمه شر انت في جراند بعدين تلف يمين تلف يمين تركب الاسانسير ثاني تعال ما فهمت بس اوكي الموت مع جماعه الرحمه توكل بسم الله يبا شو راسي والله اني مضيع أسلم أسلم يا صنصير ومشلون كذا في نص اللوبي ها؟ صادق أنت ولا تمزح؟ إي والله إي والله غرف هذه الغرفة اللي أخذناها أنا وتيمون يا جماعة الخير جميلة جدا إن شاء الله تبارك الله تعمل تيمون صح؟ ها. بس أبيك تقرب وجهك يعني تشوف الجبهة اللي على وجهك مخطط والله عند قل له الله ابني عليه طيب قل له الله عندك عندك خير ترك داسها مخليها تروح يسار والله دخل يا اخي المهم يا جماعه الخير هذه غرفتنا طبعا ماخذين غرفتين للنواف ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله يشاخر شخير لا اله الا الله يخلي الكافر يسلم شخيره الو هذا وين